أعتقد أنه قد حان الوقت. أنا على وشك صنع تحفة فنية سيتحدث عنها الناس لأجيال قادمة. إنني أستخدم الورق الأسود لأنه سيبرز الألوان. انظروا إلى جمال هذا اللون الأصفر، إنه تباين رائع. لننتقل إلى اللون الأحمر، سأستخدم قلماً جافاً لهذا الجزء. أوه أجل، أحب شكله، سيعترف بعملي أخيراً. سأستخدم قلماً أخضر اللون الآن. سأدفع القلم ليتدفق الحبر. يا للأشياء التي أفعلها لفني، لكن ستستحق نتيجة المجهود. هذا مهدئ جداً. حسناً، أعتقد أن هذا كافٍ. ها قد انتهيت. يا ويندي، شاهدي هذه. ماه، لا يهم. أعتقد أن رسمتي تجسد مزاجي فعلاً. ها ويندي، هل ترين هذا؟ ماذا يحدث؟ أين نحن؟ أنا سعيدة جداً لمشاركتي في هذا. سيكون هذا ممتعاً جداً. أليس هذا مشوقاً؟ انظري إلى ذلك. واو، هل يمكنك تخفيف حماسك قليلاً؟ مهلاً، من أين أتى هذا الزر؟ أنت أيتها المبتهجة، انظري إلى هذا. واو، زر سري، سأضغط عليه. كلا، انتظري. مهلاً، ما الخطب؟ لا نعلم ما يفعله، قد يكون فخاً. ما زلت سأضغط عليه. لما قد تفعلين هذا؟ حسناً، ربما كانت تلك فكرة سيئة. أتعتقدين ذلك؟ ما الذي أعطاك ذلك الانطباع؟ قد تكون هناك شرارات في كل مكان. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك. لديك مخيلة خصبة. ويندي، انظري إلى ما أنظر. كنت أعلم أن ذلك سينجح. ماذا؟ لقد ضغطت الزر، أليس كذلك؟ لست نادمة على الإطلاق. لنلون. أنت متلهفة جداً. مهلا لحظة. هيا، سيكون الأمر مذهلاً. ماذا تفعلين؟ انسي الأمر، اثبتي مكانك. أعتقد أن لدي فكرة. لقد راودني الإلهام. ماذا تلونين؟ أريد أن أرى. هذا لون أزرق جميل. سأبدأ بتلوين دائرة زرقاء كبيرة. إنني أستخدم لوحة زجاج بدلاً من الورق. حان الوقت لتغيير اللون. سأرسم الآن منحنى أرجوانياً طويلاً. كل شيء جيد حتى الآن. ما هي؟ ما هي؟ هيا، أخبريني. تراجعي للخلف. لست محبة كثيراً للتلامس الجسدي، أليس كذلك؟ حسناً، حانت فرصتي الآن. سأخذ هذا. لا أفهمها. لم أنتهي بعد. ماذا يفترض أن تكون؟ هل تمازحينني؟ مهلاً، ستكتشفين قريباً. ضعي لوحة زجاج على الحامل. يمكنك الاعتماد علي. سأضع اللوح الآخر أمامه. هل انتهيت؟ كلا، ما زال يوجد المزيد. سأذهلك. تادا، هذا ذكي جدا، أليس كذلك؟ إنها أشبه برسمة ثلاثية الأبعاد. يمكنني النظر إليها طوال اليوم. ما رأيك؟ واو، هذا مذهل. لقد أحببتها. لقد اعتقدت ذلك. كيف سأنافس هذه؟ لدي فكرة. سأبدأ بطي قطعة من الورق الأسود. أريدها أن تصبح في شكل مستطيل صغير. يبدو هذا مثاليا. ثم يحين وقت قطعه. ماذا يفترض أن يكون؟ ثقي بي، أنا أعلم ما أفعله. أعتقد أنني انتهيت. ألقي نظرة. هل أعجبتك؟ أنا لا أعلم ما هي. ماذا عن الآن؟ هل تذكرك بأحد؟ إنها تبدو مثلي. أحسنت عملاً، لقد أثرت إعجابي. لقد أحسن عملاً. واو، ليس بهذه السرعة. أعتقد أنني سأضعه هنا. أحتاج إلى تدريم أظافري بجدة، لكن سيكون علي الاكتفاء بطلاء الأظافر هذا. إنه يبدو رائعاً. ماذا؟ أنا أقدم أظافري فحسب. هذا أرخص من الحصول على تدريم. انظري يا جاسمين. واو، إنه جميل، لكن ليس معنا أي أدوات فنية. ماذا سنفعل؟ لدي فكرة رائعة. سيبدو رائعاً. ماذا تفعلين؟ هذا جميل جداً في الواقع. سأستخدم قلماً لأرسم الفستان، لكني سأحتاج إلى بعض الألوان. وهنا يأتي دور طلاء أظافري. إنها فكرة ذكية، أليس كذلك؟ هل جننتي؟ ماذا؟ إنه مجرد طلاء أظافر. اهدئي، شاهدي هذا. سأضعه برفق على الورقة. سيكون مثل الألوان تماماً. سأبدأ بالجزء العلوي. سأتأكد من التلوين داخل الخطوط. ثم سأملأ أقساماً مختلفة بالتناوب. سألون بعضها وأترك بعضها فارغاً. هكذا تماماً. إنه يبدو جيداً. أتمنى الحصول على فستان كهذا.
سيبدو رائعاً علي. إنه فريد جداً من نوعه. يسرني أن يدي ثابتة، فأكره أن أفسد الرسمة الآن. لكني لم أنتهي بعد. سأحتاج الآن إلى الجليتر. سأسكبه فوق الفستان. سيضيف قليلاً من اللمعان، وهذا ما نريده كلنا في الحياة، أليس كذلك؟ وسأتأكد من أنني أغطي ظلال الأظافر. سأنفخ في الجليتر الإضافي لإزالته. وها قد رسمت فستاناً جميلاً. انظري إلى هذا، أنا فخورة جداً بهذه الرسمة. أجل، كانت فكرة رائعة. ماذا سأفعل؟ هذا صعب. مهلاً، ربما قد حان الوقت لأذهب للصيد. أوه، يبدو هذا المكان جيداً. أعتقد أنني اصطدت شيئاً. ماذا؟ ليس هذا ما كنت أبحث عنه. اسبحي بحرية أيتها سمكة صغيرة. لنجرب هذا مجدداً. أوه، لقد أمسكتم شيئاً كبير. أوه يا إلهي، جورب قديم. آه، رائحته كريهة. سيحالفني الحظ في المرة الثالثة. ما هذا؟ لفافة شريط لاصق؟ لهذا أكره الصيد. مهلاً، لحظة، ربما يمكنني استخدامها. يستحق الأمر تجربة. أجل، أعلم ما يمكنني فعله. أحتاج قطعة صغيرة من الشريط اللاصق. يبدو هذا الحجم مثالياً. لقد رسمت رسمة سريعة لزي. وسألصق الشريط اللاصق على التنورة. وسألون البلوزة الآن. سأبدأ بدرجة الوردي الداكنة هذه. أريد صنع تأثير نسيجي، لذا سأستخدم ألواناً مختلفة لأصنع ظلالاً. آمل أن النتيجة ستكون جميلة. مهلاً، ليس هذا سيئاً. ربما يمكنني فعل هذا بشكل احترافي. عليك رؤية هذا يا جاسمين. واو، إنها مذهلة. نحن موهوبتان جداً. لن تخمني أبداً ما حدث تالياً. طلب كريس مني مشاهدة فيلم معه. مهلاً، هل هذه بيتزا؟ واو، أحب البيتزا، إنها المفضلة لدي. أعتقد أنه لا بأس بها. ماذا؟ جاسمين؟ سأطهو طعاماً كثيراً. لدي كل ما أحتاج إليه. هل تحملين هذه الأشياء معك؟ أنا متشوقة للبدء. أي إضافة علوية سأستخدم؟ أعتقد أنني سأعطس. المكان مغبر جداً. أبدو مثل شبح. عليك توخي الحذر. يك، سيكون هناك دقيق في كل مكان. مهلاً، ليس بهذه السرعة يا جاسمين. ماذا؟ ما الأمر؟ من أين أتت هذه؟ لدي أسراري، سأستمتع بها. مهلاً، لدي فكرة أفضل. سأقلب البيتزا على قطعة ورق. لماذا؟ لما قد تفعلين هذا؟ انتظري فحسب، أعلم ما أفعله. ينبغي أن يكون هذا وقتاً كافياً. رائع، هذا ما أردته تماماً. تجمعت الدهون على الورقة. لا يبدو وكأنه عمل فني بعد. حان وقت الابتكار. سألون حول الدهون. أريد رسم دائرة. يشعرني هذا بالجوع. سألون واحدة أخرى هنا. أشعر بالإلهام. حسناً، ما التالي؟ أوه، لدي فكرة. سأمر حولهما بطلاء أصفر. ها، قد انتهيت. إنه فن جيد كفاية ليؤكل. ويندي، ستحبين هذا. واو، هل رسمت هذه؟ هذا رائع. كل ما لدي هو كلمة بيتزا. سأحتاج إلى أكثر من هذا. وأعتقد أن لدي فكرة. أجل، أعتقد أن هذا سينجح. سأحول هذه الكلمة إلى شيء مميز. سأوصل الحروف معاً. وسأرسم شريحة بيتزا حولها. سأحتاج إلى بعض الإضافات العلوية. وستكون هذه اليد التي تحملها. ستكون هذه شريحة لذيذة. سهل لعابي. بالحديث عن اللعاب، أعلى أحدهم أن يأكل هذه. افتح فمك. يمكنني إضافة التفاصيل الأخرى الآن، كالأعين والذراع. لقد انتهيت. أعلم أنك ستحبين هذه. ما رأيك؟ نوم نوم نوم. واو، إنها رائعة جداً. لا أدري بشأنك، لكن هذا أشعرني بالجوع. واو، تبدو هذه الألوان جميلة جداً. سأضغط عليها بقطعة من البلاستيك. هو هذا رائع للتخلص من التوتر. إنها أشبه بلوحة فن عصري. لنجرب شيئاً مختلفاً. سأستخدم منظف النوافذ هذا لأفرض الطلاء على الورقة. سأعلقها على جداري بالتأكيد. ما رأيكم في صنع نمط مموج؟ لقد أحببته. سأستخدم قطرات من الطلاء هذه المرة. سأمرر قطعة البلاستيك عليها. سأحركها من جانب إلى آخر. توجد احتمالات كثيرة، وكل لوحة فريدة من نوعها. سأفتتح معرضاً. سأصبح ثرية. أشعر بالملل جداً. هل تمزحين؟ إنه وقت الوجبة الخفيفة. لنجعل الأمور أكثر تشويقاً. أليوب، ها هي أتية. أمسكت بها. أعلم، هذا مثير للإعجاب. هل تعتقد أن بإمكانك التفوق علي؟ بالطبع، يمكنني فعل هذا وعيني مغلقتين. سأبهرك. أوه، عيني. ماذا كنت تقول؟ واصل التمرن، سيتحسن أداؤك في النهاية.
أريد منكما رسم لوحة لقوس المطر، ومن الأفضل أن تكون جيدة. أحب أقواس المطر. لا أحب استخدام الألوان الزاهية. من يضحك الآن؟ أتوق للبدء. يوجد شيء سحري بشأنها. ماذا تفعل؟ يا لك من أخرق. آني، ماذا تنتظرين؟ هيا ابدأي. إن كنت مصرة، لكني لا أملك سوى اللون الأسود. لننتهي من هذا. إن أردت قوس مطر فسأمنحك إياه، وسيكون أفضل قوس مطر على الإطلاق. لقد انتهيت، أردت توضيح جماله. هل أعجبك؟ معنا فان جوخ في صفنا. ماذا تفعلين يا آني؟ تدا، لا بأس، لا داعي للتصفيق. رأيت قوس مطر من قبل، أليس كذلك؟ هذا الصف غبي جدا. هذا رأيي في قوس المطر خاصتك. ما للحظة، أعطيني تلك الأقلام. سأرتبها بترتيب ألوان قوس المطر، ثم سأحتاج إلى مسدس الغراء. سألصق الأقلام معا بالغراء، ثم سأنتظر ليجف الغراء. حان الآن وقت الرسم. سأمرر الأقلام على الورقة، سأرسم بها قوسان. هاو، يبدو هذا رائعا، تندمج الألوان معا. يا لها من طريقة سهلة للرسم. ها هي ذا، لكني لم أنتهي بعد. لقد استخدمت قلما أسود اللون لأرسم قوس مطر على حافظة بلاستيكية. لا يوجد قوس مطر، ثم يظهر القوس. رائع جدا، أليس كذلك؟ الآن ترون والآن لا ترون. هاو، لقد ظهر مجددا. أي سحر هذا؟ واو، هذا موديل. انتهى عملي هنا. مهلا اللحظة، ترتدين تيشيرت متعدد الألوان. اعتقدت أنك تحبين اللون الأسود فحسب. ماذا؟ كلا، لم ترى ذلك. لا تقل أي شيء وإلا سرك في أمان. كدت أنتهي من واجبي، ستكون هذه الرسمة رائعة. حقا؟ أريد رؤيتها. كلا، ما زالت قيد العمل، كوني صبورة. لقد اكتملت وهي جميلة. ما رأيك؟ أوه، إنها ما هي؟ هل هي بطاطس؟ مهلا، ربما إن حولت عيناي. أو لقد رأيتها، إنها بطة. ماذا؟ كلا، كنت أعلم ذلك. أحتاج إلى النظر عن كثب. أحتاج إلى الاقتراب منها مجددا. آه، إنها واضحة جدا، إنها ليمونة، أليس كذلك؟ كلا، إنها ليست ليمونة. صحيح، كنت خائفة من أن تقولي ذلك. هذا صعب، ما الذي يفوتني؟ هل تمازحينني؟ بالطبع، إنها موزة. انسي الأمر فحسب. أنا آسفة يا عزيزتي، ما هي؟ إنه بيكاتشو. هل هذا هو؟ ليس هذا جيدا. هو أتساءل على أي درجة حصلت؟ رسوب؟ وهذا أسوأ شيء. ستكون محطمة، لكن أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. سأضع بيكاتشو هنا مباشرة. سأحتاج إلى بري هذا القلم الرصاص. يذكرني هذا بأن علي شراء مبرات أقلام. هذا أفضل. سأخذ قلم رصاص آخر، ثم سألف رباطا مطاطيا حولهما. سأفعل الشيء نفسه على الطرف الآخر، وسأرسم الآن حول الصورة. أحتاج إلى تتبع الخطوط فحسب، وسيرسم القلم الثاني الرسمة على الورقة الفارغة. هذا أسهل كثيرا من الرسم الحر. ها هي ذي، يبدو هذا جيدا جدا. لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. أحتاج إلى إضافة بعض الألوان. ما رأيك يا إيفا؟ إنها مثالية، شكرا يا أمي. من الأفضل أن أستعد للذهاب إلى المدرسة، لا أريد أن أتأخر. فلتحظي بيوم جيد يا عزيزتي، اذهبي واحصلي على امتياز. يا للهول، إيفا انتظري. أنا جائعة جدا، أحتاج إلى وجبة خفيفة. المعلمة مشغولة، هذه فرصتي. أحتفظ بوجبة خفيفة أسفل المكتب تحسبا لحالات الطوارئ. ها هي، علي الإسراع. ستغضب كثيرا إن رأت هذا. هل كانت تلك حلوى؟ مهلا؟ تجعلي هذا فحسب. ترى شيئا. ماذا؟ ماذا؟ لا تتجرأي على هذا. لا يمكنك إيقافي. هذا مقزز يا إيفا. أشعر بالخزي من نفسي كثيرا، لكني لا أندم على هذا. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث. لم يشبع هذا نهمي للوجبات الخفيفة. لحسن الحظ، خبأت رقائق البطاطس هذا. ستفي هذه بالغرض، علي إخفاؤها. ستفي حاملة أقلامي بالغرض، علي أن أكون هادئة فحسب. إنه مجرد يوم عادي آخر. مذاقها رائع جدا، كنت أحتاج إلى هذا. افتحي فمك على اتساع. يا لطيباتك، هذا غريب، لا أملك يدا ثالثة. مرحبا يا إيفا، الرقائق ممنوعة، هل سمعتني؟ لقد سمعتك، لكنك لم تقولي شيئا عن الدونات. ما الذي يجري في الخلف؟ سأشتتها، سأشتتها. إنني أراقبك. لا يهم، أنا أذكى منك. أمسكت بك.
ماذا؟ أوه، يلا من حكة سيئة. يوجد خطب ما، إنها ماكرة. يحتاج هذا إلى إجراء صارم. كنت أعلم أن هذا التمثال سيكون مفيداً. أحتاج إلى تغيير مظهره. هكذا تماماً، وصلي النظر بعيداً. هذا ما أبحث عنه. أعتقد أنني استحققت هذا. إنها ألد دونتس على الإطلاق، بكريمة وردية وسبرانكلز. إنها عمل فني. لا تأكليها، لا تأكليها. لقد حذرتك. كلا، مهلا، أنت صلعاء. أعطيني إياها. هذا ظالم جدا. من الأفضل ألا تأكليها. أتركيها حالا يا إيفا. ليتك تبذلين هذا المجهود في عملك المدرسي. لا مزيد من هذا، هل تفهمين؟ علي تصحيح الأوراق. أجل؟ حسناً، مهلا لحظة، لدي فكرة رائعة. سأبدأ برسم دائرتين صغيرتين، ثم سأوصلهما معاً. سأفعل الشيء نفسه بالنصف العلوي، ثم سأرسم نمطاً مموجاً. سأفعل هذا حتى الطرف الآخر، ثم في النصف العلوي. وبعد انتهائي من رسمها بالقلم الرصاص، يمكنني تحديدها بقلم جاف. سيبرزها هذا. علي تتبع الرسمة الأولى فحسب، لن أرتكب أي أخطاء. لا أريد إفسادها الآن، إنها تبدو مثل الدوناتس تماماً. يمكنني استخدام ممحاة للتخلص من القلم الرصاص، ثم سألونها. سأملأ الجزء داخل النمط المموج. ستكون هذه كريمة الزينة. بدأ لعابي يسيل، ثم سألون الدونات. سأستخدم لوناً برتقالياً داكناً لهذا. سأستخدم قلم تصحيح لرسم السبرانكلز. سأنقطها على كريمة الزينة، ثم سأضيف تظليلاً. علي التحرك حول الأطراف فحسب. سأفعل الشيء نفسه بالسبرانكلز، يجعلها هذا تبدو أكثر واقعية. لننتقل إلى المرحلة التالية. حان وقت التبديل. أنت لي أيتها الدونات، وسأترك الرسمة في العلبة. ماذا؟ من هناك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. ماذا؟ هل يوجد خطب ما؟ إنني أقرأ كتابي. حسناً، لكنني سأراقبك. من كان يعلم أن الكتب مفيدة للغاية؟ إنها رائعة لإخفاء الدونات خاصتي. أسرعوا، فلتذهبوا إلى صفكم التالي. ها قد رحلوا أخيراً، كنت أتطلع إلى هذا. مهلاً، ماذا يحدث؟ ليست هذه دونات، لقد خدعت. إيفا! لنلتقط صورة ذاتية، تبدو هذه جميلة جداً. أمل أنني لم أتأخر على الصف. على ذكر الجمال، انظري إلى هذا، إنه كيفن. يا إلهي، كيف أبدو؟ مرحبا يا كيفن، أنا هنا. أنت ذا، كنت آمل أن أراك. إنه وسيم جدا، سنكون ثنائيا رائعا. أتساءل ماذا سندعو أطفالنا؟ ومن يهتم، سيكونون بالغي الجمال. مهلا، ماذا حدث للتو؟ كلا، ليس الأمر هكذا. بالطبع هذا ما ستقولينه. علي الذهاب. إذا أنا وحدي مجددا. يا إيفا، عليك رؤية هذا، إنه مضحك جدا. لا أعتقد ذلك. كان ذلك وقحاً. إيفا، ها أنت ذا، أحضرت لك مثلجات. كلا، لا أريدها. إنها بنكهة الشوكولاتة المفضلة لديك. كلا، ابتعدي، ستذوب. حسناً، لنجرب هذا مجدداً. بشأن كيفن، لقد رحلت. مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا. سأقطع أولاً دائرة من قطعة الورق، ثم سأرسم وجهاً عليها. أعتقد أنني سأختار الوجه التعبيري الذي يضحك ويبكي، إنه كلاسيكي. سأحتاج إلى دائرة صفراء ودائرة وردية، سأضعهما على الوجه التعبيري. سأزين الدائرة العلوية برسمة وجه المحب، إنها جميلة جداً، انظروا إليها. ثم سأضيف دائرتين أخريين، وسأرسم وجهاً تعبيرياً آخر. أعتقد أن هذا ينبغي أن يكون وجهاً حزيناً. فلتبتهج أيها الصغير. سأضع دائرة وردية عليه، وسأقلب، وسألصق العصا بالغراء على ظهره. أريد أن أكون سعيدة فحسب. إيفا، عليك رؤية هذا، ما الأمر الآن؟ هكذا تبدين، علينا تحويل هذا العبوس إلى ابتسامة. هذا مضحك جدا، هكذا أشعر، أحبك. أنت صديقتي المقربة. أنت محرجة جدا. أجل، أعلم ذلك، لكن هذا مضحك، أليس كذلك؟ أعتقد هذا. أنا آسفة يا إيفا، لم أقصد أن يحدث ذلك. أهلا، هل ترين هذا؟ مستحيل، أنت مضحك جدا يا كيفن. ليس من النوع المفضل لي. إذا هل سنعطي هذا؟ هيا تعالي هنا. حسنا، هل أنت مستعدة؟ سأعصر معجون الأسنان في الصودا لنرى ما سيحدث. مستحيل، هذا مذهل.
يجب أن أرسم هذه الزاوية بدقة. مهلاً، ماذا حدث؟ كيف انكسر ظفري؟ هذا شنيع. يجب أن أهدأ قليلاً. سأستخدم مبرد الأظافر لحل هذه المشكلة. أوه، ماذا يحدث هناك؟ أنت تعرفين القواعد، منتجات التجميل ممنوعة. لا أريد أن تصرخ المعلمة علي. من الأفضل أن أؤجل برد ظفري. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بكل تأكيد. سأضع المبرد بهذا الشكل والمسطرة فوقه. سأرسم خطوط قياس المسطرة على طول المبرد من البداية وحتى النهاية. جيد، أضفت كل الخطوط وسأضيف الأرقام الآن. سأضيفها ليبدو المبرد مثل المسطرة. يجب أن تكون واضحة. انتهيت، يمكنني برد ظفري الآن، كما يمكنني استخدامه كمسطرة. هذا رائع، سأبرد أظافري وأحل واجباتي في نفس الوقت. أوف، كل هذه الأوراق مختلطة، يجب أن أرتبها. أوف، أي، زاد الطين بلة الآن. صفح الكيل، يجب أن أحل هذه المشكلة. تعالي يا دباسة. لماذا لا تعمل؟ لا توجد دبابيس، هذا حظي. أوه، لحظة، لدي فكرة لحل هذه الأزمة. كل الأوراق مرتبة ومنظمة، سأعمل بالمشرط. أحتاج شقان هنا وهنا. سأطوي هذا الطرف وأدسه في الشق الآخر. هكذا، كل الأوراق مدبسة معا بدون دبابيس. الأوراق مرتبة أخيرا ولن تتفكك. سأذهب للصف. هذه الحصة سخيفة، أشعر بالضجر. سأعود للمنزل. حسناً، من يمكنه حل هذه المعادلة؟ أنا، اختاريني. أنا. أوه، يا لك من محظوظة، يمكنك حلها. كيف يفترض بي حلها بدون آلة حاسبة؟ أنت، ساعديني في حلها. حسناً، يجب أن أصوبها بدقة. الأقلام، استهدفي الأقلام. كيف حدث ذلك؟ هل أنتما وراء ذلك؟ يجب أن ألتقط الأقلام. نعم، نجحنا، أنا قادمة. بسرعة، لنتبادل الأماكن. لا تزال المعلمة ملتهية مع الأقلام. يجب أن أغير مظهري. وأن أفرد شعري أيضاً. انتهيت من المظهر، يجب أن أقلد تصرفاتها. انتهيت أخيراً. متى ستحلين المعادلة؟ سأحلها الآن. أول رقم هو 2، لذا سأرسم خطين. الرقم الثاني هو 1، لذا سأضيف خطاً واحداً. في الاتجاه الآخر، 3 خطوط لرقم 3 وخطان لآخر رقم 2. سأرسم الأقواس الآن. هكذا، النقاط هي التالية: نقطة في مكان تقاطع كل خط. هناك 6 نقاط في هذا القسم، و7 نقاط في القسم الأوسط، ونقطتان في آخر قسم. انتهيت، سأجمع الأرقام معاً. الإجابة 672. انتهيت، حلها سهل. دعيني أرى. واو، الإجابة صحيحة. أحسنتي، رائع. حسناً، ستتسابقان على حل هذه المعادلة. سأفوز بكل تأكيد. سنرى. 3، انطلاق. المسكينة، إنها ترهق نفسها في الحل. لحظة، هل تحل المعادلة؟ لا يهم، يبدو أني سأفوز في هذا السباق. ما الذي تفعله الآن؟ تبرد أظافرها؟ يا لها من سخيفة. هل تأخذ هذا التحدي على محمل الجد؟ قهوة؟ من أين أحضرتها؟
ولوح شوكولاتة. يا لها من غريبة. سأواصل الحل. انتهيت. ماذا؟ مستحيل، كيف يعقل ذلك؟ لم أحل المعادلة بعد. لا داعي لكل هذا التعب، هناك طريقة سهلة وذكية. سأكتب الأرقام الأولى في الأعلى والرقم الثاني على الجانب. حسناً، 3 × 7 يساوي 21. سأكتب هذا الرقم في هذه الزاوية، التالي 7 × 1. هذا سهل، 7. سأضع هذا الرقم في المنتصف. أخيراً، 4 × 7، الإجابة 28. سأكتبها في الخانة الأخيرة. الرقم الأول هو 2، ثم سأجمع الرقمين التاليين. المجموع هو 1، ثم الرقمين التاليين، 7 + 2 يساوي 9. سأكتب 9 هنا، سأكتب آخر رقم 8 هنا. هذه هي الإجابة، 2198. سأكتب بقلم السبورة هذا. سأبدأ الكتابة الآن. ما أجمل شعر كيفن، ما أروع حركاته، كم هو وسيم. يمكنني التحديق به طوال اليوم. يبدو أنني سرحت. يا ويلي، لا 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 لا، كتبت اسمه ورسمت قلوبا حوله. ها هي المساحة، إنه لا يزول. يا للمصيبة، يبدو أنني استخدمت قلم خطاط دائم. سيساعدني كوب الماء. سأخذ رشفة كبيرة. أنا مستعدة الآن، حان وقت الفرك. هيا هيا هيا، لماذا لا يزول؟ لا فائدة، لن يزول أبدا. ماذا سأفعل الآن؟ سأشعر بالحرج للأبد عندما يراه بقية الطلاب. ماذا يحدث هنا؟ أجل، أنا آسفة، لا يمكنني مسحه. لا تقلقي، لدي حيلة لحل هذه المشكلة، لكني سأحتاج قلم سبورة كهذا. سأغطي الحبر الدائم بحبر القلم القابل للمسح. يجب تغطية كل خط تماماً. كدت أنتهي، حان وقت المساحة الآن. هترين، تزيل المساحة الحبر الدائم الآن. لا حاجة للفرق. انتهيت، اختفى اسم كيفن من السبورة. يمكنني تنفس الصعداء الآن. يا إلهي، جاء كيفن. نفذت بجلدي في آخر لحظة. لا تقلقي، سرك معي. أريده أن يكون حادا للغاية. هلا، هناك عطسة قادمة. هل يمكنني؟ أتشو. أنا آسفة، أنا مغطاة بنشارة أقلام رصاص. أشعر بالذنب. مهلا، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بالتأكيد، لن يتكرر هذا الحادث. سأحتاج علبة تيك تاك، سأفرغها من الحلوى وأزيل الغطاء. هذا المكان مثالي للمبراة. سأعيد الغطاء إلى العلبة. يمكنني الآن أن أبري قلمي دون إحداث فوضى. هل يمكنني سؤالك الآن دون التعرض للهجوم؟ أجل، توصلت إلى حل، أترين؟ واو، هذه الفكرة ذكية. أكنت تستخدمين مكياجي مجدداً؟ ربا، أنا جميلة. أني بما أخبرتك. لا تأخذي خطوة أخرى. ماذا؟ ماذا يحدث؟ مستحيل، هل عمل هذا فعلاً؟ هذا جزاء كونك شريرة. ساعدوني. لقد جئت إلى هنا أولاً، خاسرة. دعيني أدخل، أحتاج إلى التبول. أظنني سأخذ وقتي. هذا غير عادل. لدي فكرة.
هذا يتطلب جاسوسة خارقة. لدي أداتي التقنية الفائقة، والآن علي فتح القفل. إن تمريني مفيد، لا مشكلة. والآن علي إيجاد هدفي. حدد الهدف. أظن أنها تستمتع بحماسها. أظنني سأمرح قليلاً. لا لا لا، وي أني لا تفعلي هذا رجاءً. لقد قلت أنك تودين أخذ وقتك. هذا رائع. أوه أعلم هاني، هذا ليس مضحكاً. أظن أنك بحاجة إلى الاسترخاء. من حظك أن معي ثلج. لا يمكنك فعل هذا. أوه هذا بارد جداً. لقد انتهى عملي هنا. لا يمكنني الشعور بشيء. عجباً، هذه اللعبة رائعة. أنت لطيف جداً. كانت هذه قيلولة جيدة. يا إلهي، أهذا هو الوقت؟ مرحباً غابي. بارد جداً. علي مساعدتها. هذا سيفي بالغرض. لا يمكنني الشعور بأصابع قدمي. هل تريدين شوكولاتة ساخنة؟ شكراً. أرجوك لا تخبري أمي. جيد، أني ليست بالجوار. علي الإسراع. إنها بتأكيد ليست هنا. أنا بأمان أخيراً. سأستخدم المكتبة لسد الباب لأقصى درجات الحذر. هذا ثقيل، ابقي هناك. وهذا الكرسي سينفع. هذا كاف. يا لها من نقود جميلة. سأضعه في حصالتي. أني لن تجدك أبداً. حقاً؟ يمكنني أن أستريح. لا أصدق ما أرى. مرحباً غابي. شكراً لإخباري عن النقود. سأخذ هذا. يبدو أنني ربحت الجائزة الكبرى. سينتهي هذا سريعاً. وي! كان هذا ممتعاً. عجباً، يوجد الكثير. أنا ثرية. نقودي، لقد عملت من أجلها. حسناً، من اللطيف المشاركة. استثمرت النقود بحكمة. هذه هي الحياة. لا أصدق ما فعلتيه. سلمي النقود. حسناً. هذا كل شيء؟ هل أنفقتها كلها؟ نعم، وسأفعلها مجدداً. الأمر يستحق العناء. أنا سعيدة جداً بانتهاء المدرسة. يمكنني أن أستريح أخيراً. عصير؟ يبدو لذيذاً. سأخذ البعض منه. هذا العصير لذيذ. مرحباً غابي، أفضل رقم قياسي لي. أجل. مرحباً، هل لي بمشروب؟ انتظري القليل بعد. بربك، رشفة واحدة فقط. سأكون معك في الحال. إنه لذيذ حقاً. أنا بحاجة للمشروب. أنا عطشانة جداً يا آني. نعم، أعرف هذا. هذا السخيف، ولكنني أعرف ما سأفعله. أكاد أنتهي. يا إلهي، كلا. انتقام. هذا لطيف. تصبين لي كأساً. أعتقد أن هذا يكفي. مثالي. سأخذ هذا. أنت محقة. إنه لذيذ. إنك تسكبين العصير. غابي، توقفي عن هذا. هذا مضحك جداً. ما هذه الضوضاء؟ عادت أمي. أراك لاحقاً. لقد عدت. يا إلهي. هاني، ما الذي حدث؟ لقد نسيت الكأس. هل هذه مصحة؟ نظفي هذا حالاً. تبدو لذيذة جداً. لا يمكنني الانتظار لأكلها. بيتزا كاملة لي أنا فقط. رائحتها لذيذة. بيتزا، هل لي بقطعة؟ أتعلمين؟ سأخذها بأكملها. أنا أحب البيتزا. إنها رائعة. كانت ستعجبك. هل أنت تأكل البعض؟ توقفي. سأخذ وقتي وسأستمتع بالبيتزا. هذا اليوم مثالي. إنها لذيذة للغاية. إنها تشعرني بالشبع.
قضمة واحدة فقط أرجوك. لذيذة جداً. حسناً سأشغلك. انتظري لدي فكرة. تحتاجين لإضافات على قطعاتك، ستحبين هذا. القليل فقط. هذا سيكون كافياً. ها أنت ذا غابي. لا بأس يا معدتي، سنحصل على بعض الطعام. لا يمكنني أكل هذا، أليس كذلك؟ سأجرب قضمة صغيرة. لا بأس بها. هذا لذيذ ومقزز جداً، أحبه. انظروا إلي. سأراك بالحفلة، سنحظى بالكثير من المرح. انتظر لحظة، ملابسي؟ آني توقفي، هذه بلوزتي المفضلة، أرجوك توقفي. كان هذا وشيكاً. يا إلهي، السلايم على بلوزتي. لماذا تفسدين أشيائي دائماً؟ أعتقد أنني أعرف كيف ألقنها درساً. كل ما أحتاج إليه هو الريموت وهذه الحشرات. سيكون هذا رائعاً. آني، انظري لما لدي. حشرات؟ لا، توقفي. هي لها من نظرة تعلو وجهك. هذه ملتوية، هناك الكثير. أرجوك، سأفعل أي شيء. لا يمكننا نسيان هذه الحشرة. سأجمع يديك لنتأكد أن كل شيء رطب. يبدو كثير العصارة. استمتعي، هذا مقرف جداً. ساتقيا، ابعدي عني. كان هذا صوتا عاليا، تماما كما خططت. اريد مشروبا. هذه الاكواب عالية جدا. اريد هذا الكوب. لقد اقتربت. لا، هذا ليس جيدا. ما كان هذا؟ ربما لن تلاحظ. ماذا حدث؟ لا، آني! مرحباً، ما أحوالك؟ كسرت كوبي المفضل. لدي شيء مميز لأجلك. إنه لطيف جداً. شكراً. لقد طفح الكيل. لا لا، أنت تستحقين هذا. انتظري، لدي فكرة أفضل. لا تتحركي. أتمنى أن توازنك جيد. عودي للعمل. حسناً، كانت هذه حركة ذكية. ربما إن... يا إلهي، ستغضب أمي. هاني، هذه أفضل أكوابي الخزفية. ولكن يا أمي، لقد كانت... يبدو هذا جيداً. من أمازح؟ لابد من وجود شيء يمكنني ارتداؤه. يا إلهي، ملابس جميلة. هل يمكنني ارتداء شيء ما؟ لا، اذهبي بعيداً. هذا لطيف. ماذا عن الآن؟ لا، أرجوك. ها هو الزي المناسب. هذا مثير للحماس جداً. أين هو؟ سأنتقم من غابي. يا إلهي، عليك أن تكوني لطيفة معي. هذه التنورة قبيحة. ملابس داخلية لطيفة. هاني، هذا محرج. مرحباً، هل أنت بخير؟ دعيني أساعدك، يجب أن ندخلك. كان رومانسياً جداً. مرحباً غابي، أتريدين الرسم؟ انتظر. لا، ولكنه سيكون أمراً ممتعاً. مرحباً غابي، لنلعب بالعرائس. انظري إلى ما فعلتيه. يا لك من طفلة. هذا تمرين جيد، يمكنني سماعك. ألا يمكنك ترك وشأني؟ أنت مزعجة جداً، إنك تفسدين كل شيء. إنك حقاً غاضبة. كان هذا وقحاً. حان الوقت لتعليم غابي بعض الآداب. حقاً، الآن؟ تحبين تمريناً جيداً. هذا ثقيل جداً،
لا يمكنني إظهار الضعف. أنا منبهرة. حسناً، يكفي هذا. أخيراً. تبدين جيدة. من الأفضل أن أنبطح. عودي إلى هنا. ما أجمل العطلة. لقد أحضرت الشريط اللاصق معي. أخطط لشيء مميز. سأطويه ثم أغلق الأطراف. هاو، صدفة جميلة. وسأحضر بعض الأعشاب البحرية اللزجة. وأضع كل شيء بداخل الشريط اللاصق، ثم أضيف القليل من ألوان الطعام. سيكون هذا كافياً. وأخيراً أضيف الماء إلى الداخل. رائع، انظروا، هذا ما كنت أريد تماماً. إنها مرنة جداً. يمكنني فعل ذلك طوال اليوم. رائع، أليس كذلك؟ هذا ممتع جداً. سأرسم شخصيتي المفضلة. أريدها أن تكون مثالية. تبدو جيدة. أوه، لقد ارتكبت خطأ. هذا الرسم مكانه القمامة. هزل، لا تفعلي ذلك. آسفة يا أبي. وها قد بدأ البكاء. لن أكون فنانة أبدا. لا بأس يا عزيزتي، ربما يمكنني المساعدة. هو لحظة واحدة، قد يكون هذا هو الحل. دعي الأمر لي يا عزيزتي. سأحتاج إلى قطعة من الشريط اللاصق. سيكون هذا كافياً لنبدأ العمل. سأحتاج إلى قلم، والآن سأرسم المهرج الصغير صديق هازل. لا أظن الأمر صعباً. مذهل، إنني بارع حقاً. حسناً، لنبدأ التلوين. تسير الأمور على ما يرام. إنني أستمتع بوقتي. هذا رائع. والآن سألون الشعر. يمكنني قصه الآن. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. لقد انتهيت من الجزء الأول. سأحتاج إلى المزيد من الشريط اللاصق، وسأحتاج إلى مصة. سألصقها بالشريط اللاصق وأغلق الجوانب، والآن سأملأه بالماء الملون. هاها، إنه شعور طريف. ثم سأرسم وجهان. حان وقت تجميع كل شيء. يمكنني وضع القبعة هنا، ثم ألصق الجسم. هازل، انظري ماذا لدي. مذهل، أريد ذلك. إنه رائع جداً. قومي صديقتي، إنها ترقص يا أبي. لقد أنقذت اليوم مرة أخرى. شكراً يا أبي. على الرحب والسعة. ها؟ صحيفتي، ما الذي حدث؟ هازل، ماذا فعلتي؟ القطة كيتي في مغامرة جديدة. هاو، انظروا من هنا. مرحباً بك. هاو، إنها لطيفة جداً. مرحباً يا أبي. مرحباً يا عزيزتي. يا له من يوم. لنلعب معاً. ها؟ ماذا؟ هو لم ينتهي عملي بعد. سنستمتع كثيراً. في الواقع هذا ليس سيئاً على الإطلاق. إنني حقاً. أو لا، لم تري شيئاً. ها؟ ماذا قلت؟ لا شيء، لا عليك. حسناً، سألعب مع قطتي. هيا التصقا معاً. هذا سيء حقاً. هو لقد أسقطتها. لقد ازدادت الأمور سوءاً. يجب أن أجمع الأجزاء. لا يمكنني السماح لهازل برؤية ذلك. هو أمسكت بها. هو لا، لقد تركت قطعة. ها؟ ما هذا؟ يبدو هذا مألوفاً. لا بأس، إيدي. ماذا سأفعل؟ أها، عرفت الحل. حقيبتي، لنرى ما لديك. لا، ليس الآن. ربما لا. ها؟ لا. قطتي. لا تبكي من فضلك. ما هذا؟ كيف وصل إلى هنا؟ لحظة واحدة، يمكنني استخدامه. يجب أن أكون سريعاً. سأضع مصة على الشريط اللاصق وأطويه بعناية. يجب أن يكون محكم الغلق، ثم سأنفخ في المصة. يمكنني إزالتها الآن. سأحتاج إلى ملء الفقاعة. سأستخدم محقنة لفعل ذلك. سأملأها بالغراء. إنه لون مثالي. سيكون هذا كافياً. والآن أحتاج إلى لوح من الفوم. سأقص بعض الأشكال. حان وقت التلوين. يبدو ذلك جيداً. سألصقها بالشريط اللاصق. في النهاية سألصق الفراشة. يمكنني الآن رسم وجه. سأبدأ بالعينين، ثم إضافة الشوارب، والآن إلى الجانب الآخر، ثم أرسم أنفاً صغيراً. إنها جاهزة. يا له من شعور رائع. هذه من أجلك. ها؟ إنها قطة. رائع، هذا مذهل. إنها تشبه ألعابي. يجب أن أقدمها للبقية. تعرفي على أصدقائك الجدد. رائع، إنها الأفضل.
يا له من شعور مريح. إنها مرنة جدا. يسعدني أنها أعجبتك. واو. إنه وقت الفاصل. مرحبا، كيف الحال؟ ها؟ إنه أنت. لم يكن ذلك لطيفا. سأجلس فحسب. عودران، هذا المقعد محجوز، اجلسي هناك. هذا غير منصف، إنك خبيثة جدا. هاو، إنه مايلز. حان وقت استعراض الشعر البطيء. هاو نعم، ينجح ذلك في كل مرة. لقد حجزت لك مقعدا، ستجلس إلى جواري. هاو أشكرك، لقد كنت أمارس الرياضة. مهلا، هل هو معجب بها؟ لابد أن أفعل شيئا حيال ذلك. ما الذي أجلس عليه؟ إنه طلاء، ولكن كيف؟ لا، إنها هي، إنها مزعجة جدا. سوف أريها. حان وقت العودة بالزمن، ثم إيقاف. أمل أن أكون نجحت. حسناً، لأبدأ العمل. أشعر بإلهام فني. سيكون هذا كافياً، والآن سأعود إلى مقعدي، ثم التشغيل. أوه مايلز، لقد حجزت لك مقعداً. أشكرك على ذلك. لماذا أشعر بالرطوبة؟ هو إنه طلاء. من فعل ذلك؟ إنه أنت، كيف تجرؤين؟ مايلز، لم أفعل ذلك. هل تظنين أنك طريفة هكذا؟ لدي منديل. هذا ما أحتاج إليه، سأعود إلى الخلف. هل تصدقين ذلك؟ ما الذي حدث للتو؟ هل أنت مستعدة للدراسة؟ ها؟ أبدو جيدة وينتابني شعور رائع. أحب هذه الخصلات الطويلة، مذهل، إنها جميلة. هو هذا لطيف جدا. لعبك يسيل، هذا جميل نوعا ما. ما الذي يميزها عني؟ مهلا، أفق، هل تقصد أن تصيبني بعقدة؟ انظري، عودي إلى هنا. إنني غاضبة حقا. أنا آسف جدا، لم أقصد ذلك. دعني وشأني. حسنا، سأستسلم. سوف أريك، سأحصل على تموجات ناعمة ومتدلية. ها؟ ما هذا؟ هذا مضحك جدا. انظر إلى، مهلا، إنها لم تعمل. لماذا يعاندني الحظ؟ هل يمكنك إصلاح هذا؟ أعطيني إياها، لن أخذ لك. من أين جاءت هذا؟ حسناً، سأتسلى بها. لحظة واحدة، لقد خطرت لي فكرة، سألف شعري حولها. سأحتاج إلى المزيد، سأتأكد من أن شعري مشدود، سيكفي ذلك، والآن سأنتظر. رائع، هذا مذهل. لقد فعلتها. ماذا يوجد في شعرك؟ لم أعد أحتاج إليها. انظر إلى شعري. رائع، لقد نجحت. يبدو شعري مذهلا، أفضل مما تصورت. من يحتاج إلى صالون تجميل؟ لا أحتاج سوى أنابيب مارينا. ما رأيك؟ أوه رائع، هذا ما أردته من البداية. كان الأمر في غاية السهولة. أعتقد أنني سأضع هذه في القمامة.